يسأل ويقول: أمي كبيرة في السن، تبلغ 67 عاما، وتريد أن تقوم بأداء فريضة الحج ليس معها محرم، حيث أنني أعمل في بلد عربي ولم أستطع أن أسافر معها. أمي كبيرة في السن وعمرها 67 عاما، وتريد أن تقوم بأداء فريضة الحج وليس معها محرم، حيث أنني أعمل في بلد عربي ولم أستطع أن أسافر معها. هل تصح حجتها علما بأنها سوف تذهب مع مجموعة من النساء؟ أولا بقي من الأحكام المختصة بأهل مكة السؤال الذي قبل هذا، أن من تمتع منهم بالحج أو قرن بين الحج والعمرة فليس عليه فدية، لأنه من حاضر المسجد الحرام. وأما هذا السؤال وهو أن والدتك تريد الحج وليس عندها محرم وأنت تقيم في بلد آخر، فهل يجوز لها أن تحج مع مجموعة من النساء؟ الجواب لا، لا يجوز لها أن تحج إلا مع ذي محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذي محرم، وفي رواية أن تسافر بدون ذكر اليومين إلا ومعها ذي محرم. وأراد رجل أن يخرج مع الغزو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته تريد الحج، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، فما دامت لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها مباشرة الحج، وإنما تنتظر إلى أن يتوفر لها المحرم، وإن تمكنت من الذهاب والحج معها فهذا من البر بها ومن إعانتها على البر والتقوى، فعليك أن تحاول أن تذهب وتحج مع والدتك، أن هذا من البر بالوالدة ومن الإعانة على أداء الواجب، وأنت على خير كثير في ذلك إن شاء الله. نعم.